وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء. سلام الله عليك سيدي يا بقية الله في أرضه، يا صاحب الزمان. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. زينب ولجنبه الحسين عليه السلام مطروح على الأرض، يقول الراوي ثلاثا على الأرض مليا ما ندري بي حي وميت. شنو اللي عرفهم أن الحسين بعد بي حياة بعد بي نفس؟ موقف زينب، صرخة زينب، صيحتها صعبة، ولكن هذا مقامها. يعني هاي المعلومة إذا ما تنحكي بهالمكان بيا مكان بعد تنحكي. يقول الحسين عليه السلام مطروح على الأرض مليا لا يدرى حي أم ميت، وقفت مولاتنا على تل الأحزان وصاحت أخي حسين إن كنت حيا فأدركنا. قال الراوي وحق لا إله إلا الله، رأينا الحسين قام وكبى على وجه الأرض. اتدنت عاد زينب، هذا التصوير، التقت بأخيها، التقت بأخوها. الشاعر يسولف هذه العقيلة زينب ولجنبه جلسات ونار الحزن في الأحشاء، وغدت تسائله عن السهم الذي أرداه فوق حرارة البوغاء. فأشار للسهم الركيز، فأشار يا ناس، فأشار للسهم الركيز بقلبه أن ذاك أعظم أسهم الأعداء. فبكت وأحنت فوقه لتشمه. شافت زينب قال فرأت دماء أن تلتقي بدماء يا
قالت أخي قل لي أما لك حاجة. هاي الأصول لما يقعد واحد يم شخص جريح النزف الأخير يعني الرمق الأخير يسأله يقول له حاجتك شنو. قالت أخي قالت أخي قل لي أما لك حاجة هل أنا في شيء من الأشياء جميل. اسمع صوتك الحسين والعباس. يقول فأجابها إني أريد ثلاثة. شو يريد الحسين؟ فأجابها إني أريد ثلاثة في الحال يا ابنة أكرم الآباء. شو يريد؟ قالها ما أن يبل فمي ما أن يبل فمي وظلا يدفع الحر الشديد وفكري بدوائي. يقول فبكيت قالت أخي عذرا فتلكم بيتنا. يا لم يحوها يا سيد الشهداء. يقول قالها الحسين فدع اثنتين من الثلاث وحاولي أن تحضري لي شربة من مائي. قالت وأين الماء يا بحر الندى إيه وما تراه بقبضة الأعداء. حسين حين الطاح من ظهر المهور يابا من ظهر المغور زينب تعنت تشوف بيا كتور تعنتي تشوف وابو اليمة طعين تسمعوني نولجن ما تدري صاحت بيا كتور طايح يا الحسين يا الحسين خويا حاجيني عليكم الطهور. ذكرنا صاحب العصر والزمان شاعر يسأله يقول له مدري زينب وصلتك أخبارها. يا صاحب الزمان مدري زينب وصلتك أخبارها يمتي الموعود تاخذ ثارها. مدري اي وصلت لك مصايبها السدات. اي والله السدات اقول يولا قالها على تراب خلاف اخوه والسدات على تراب اخلاف اخوه والسدات. اي والله انت والسدات صعبه والله يم العباس. قال يا صاحب الزمان بالاحبال جفوف وديها تشددت يا بتشددت اليمنة تنزف من تحر كيسارها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء
وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصب اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساغاترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت
وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي ربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفاً لا أجد مفراً مما كان مني ولا مفزعاً. أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتي. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري
وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتدائي كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرات لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدة ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته
فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر عن النظر إلى فراق فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملي ولأصرخن إليك صراخ المستصرخي ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيجا مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين
وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا الله يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك
حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر يا سريع الرضا يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا قبل الدعاء لأنفسنا ندعو لإمام زماننا بالفرج اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين إلهي بمحمد وآل محمد نسألك وندعوك يا الله يا الله يا الله ادفع السوء والبلاء عن بلدنا الحبيب العراق جنبه الشر والسوء يا رب العالمين جنبه مكر الماكرين اللهم صل على محمد وآل محمد وترحم على شهدائنا بالرحمة والمغفرة وعلى جرحانا بالشفاء والصحة يا أرحم الراحمين اللهم وحد كلمة العراقيين واحقن دمهم بحرمة محمد وآله الطاهرين إخواني المؤمنين والمؤمنات من سألوني الدعاء على وجه الخصوص
اللهم صل على محمد وآل محمد، نسألك يا أكرم الأكرمين من عليهم بقضاء حوائجهم.